القلب مرتاح والهم واكلنا طيب. يعني هم الوطن واحد بعيش معه لو وين ما راح ولو وين ما كان مبسوط، وانا اكيد انه كثير مبسوط بمصر، بس بتبقى الغربه صعبه اكيد. لا وبعدين الخوف الحقيقه يتجاوز حدود سوريا بالنسبه لي، يعني انا ما بعرف، انا يعني شخص بتابع قدر الامكان وبحاول اربط الاشياء ببعضها، وانا اللي شايفه انه الرياح العاتية بالمنطقة كلها وخلق عندي نوع من القلق الشديد. يعني إن شاء الله بنقدر نعدي هالمرحلة، يعني كشعوب وكدول يا رب بنعدي هالمرحلة. شايف الحل هذا الأمل قريب ولا بتحسه من الأحلام المؤجلة أو البعيدة؟ والله هو ممكن يكون الأمل ممكن قريب، بس نحن بنحتاج إلى يعني طريقة بالتفكير أخرى، باعتبار أنه نحن ببرنامج اسمه فحص شامل، وباعتبار أنه نحن بعيادة. لما يكون في أي مرض في مراحل لمعالجة المرض، أولاً الاعتراف بأني أنا مريض، ثانياً الذهاب إلى الدكتور المناسب، ثالثاً التشخيص الدقيق. لا يمكن أني أنا قرر أني أعمل عملية جراحية أو أعطي دواء من غير ما يكون عندي تشخيص دقيق للحالة. ورابعاً الشجاعة في قبول نتائج التشخيص. صح، يعني أنت يا زلمة تلاقي عندك سكر، لازم يكون عندك شجاعة تتفهم أنه أنا رجل مبارح ما كان عندي مرض السكر وصار عندي. واليوم صار عندي مرض السكر، هذا بيعني تغيير بطريقة حياتي، نوع الغذاء إلى آخره إلى آخره، وبيعني أني أنا أخذ علاج. الحقيقة أنه نحن ما عم نقدر لحد الآن، يعني مثل ما اللي شايف بهالمنطقتنا كلها، يعني ما عم نقدر نمشي بهالخطوات بالشكل الحقيقي والصريح، يعني واللي هيك في نوع من الشفافية ونوع من الصراحة، لأنه لا نزال يعني نفضل الإنكار ونفضل أنه يعني بحالة إنكار يعني أنا تمام. طب روح عند دكتور أنا تمام، لا كويس، لا أنا بس شوي هلأ تعبت يعني لأني مبارح ما نمت منيح فطلعت على الدرج فلهتت يعني، بس أنا تمام بعد ساعة حبقى بيرفكت. طب يا أخي لازم نتقبل نتقبل لازم.